أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحاب الغر الميامين، وعلى من سار على دربهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الجزئية من المحاضرة الرابعة، حيث سنتطرق إلى أنواع الممنوع من الصرف. فهناك ما يمنع من الصرف لسببين، وهناك ما يمنع لسبب واحد. والممنوع من الصرف لسببين قسمان: قسم ممنوع من الأعلام، والقسم الآخر اسم ممنوع من الصفات. أما الممنوع من الصرف من الأعلام فله عدة حالات. أولى هذه الحالات: العلم الأعجمي، بمعنى لا جذر له في العربية، لا نستطيع أن نأتي بالفعل الماضي الثلاثي، مثال ذلك إبراهيم، إسحاق، يعقوب، داود. فلا تقل نجح إبراهيم في الامتحان، لأنه ممنوع من الصرف، والصرف قلنا التنوين، وإنما تقول نجح إبراهيم في الامتحان. أيضا نذكر بأن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، تقول سلمت على إبراهيم. إبراهيم اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع؟ لسببين: السبب الأول أنه علم، السبب الثاني أعجمي. أيضا يمنع من الصرف من الأعلام العلم على وزن أفعل، مثال أحمد، أسعد، أكرم. تقول جاء أحمد، سلمت على أحمد. أيضا العلم على وزن يفعل، مثل يثرب، يزيد، وهكذا. أيضا يمنع من الصرف العلم المزيد بألف ونون، مثل عثمان، عفان، سمعان، وهكذا. فعثمان أصله عثوما، وهو فرخ الثعبان، زيد عليه الألف والنون، تقول مررت بعثمان، جاء عثمان، ولا تقول جاء عثمان، تقول نجح عثمان، وهكذا. أيضا يمنع من الصرف من الأعلام العلم على وزن فعل، مثل عمر، زحل، هبل. أيضا يمنع من الصرف من الأعلام العلم المركب تركيبا مزجيا، بمعنى كلمتان أصبحتا كلمة واحدة، مثال ذلك بعلبك، حضرموت، خان يونس، وهكذا. هذا هو الممنوع من الصرف من الأعلام لسببين. وأما الجزء الثاني وهو الممنوع من الصرف من الصفات فسنذكره في الجزئية الثالثة من هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.